أكيد زينب، مع هذا الخبر بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية. فاصل ومنكمل باقي فقراتنا لليوم. اشتهرت مدينة دمشق عبر التاريخ بالحرف والمهن اليدوية، تعددت هذه الحرف ومنها تطعيم الفضة بالنحاس، والتي كانت تلاقي إقبالا كبيرا على مر الزمن. أكيد، أهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي مع واقع المهنة وآلية العمل فيها والجماليات اللي بتضيفها. رح نتحدث مع السيد يوسف الحامد شخكر، تطعيم الفضة بالنحاس. أهلا وسهلا أهلا فيك وسهلا ويسعد فيكي، صباحك. يسعد صباحي. اهلا يسعد وسهلا، صباحك واهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيه، عن أهلا جديد، وسهلا. دائما لما بنحكي عن الحرف اليدويه يعني عم نحكي عن حرف كتير قديمه، حرف يمكن اللي انعرفت فيها دمشق. خلينا نحكي عن هي الحرفه، قد ايه عمرها وكيف اشتهرت. تمام. هلا هي الحرفة اسمها تكفيف الفضة على النحاس. نعم، هي الحرفة عمرها تقريبا شي 800 سنة أو 900 سنة. اشتهرت فيها دمشق وفي أكثر من مليون. يعني هي الحرفة هي عبارة عن الحضارات القديمة، تزيين القصور، كانوا يزينوا بالخشب والنحاس، الرخام، هالقصص هي. فالأواني كانت كلها تتزين بأفخر الزخارف اللي كانوا يقدموها للسلاطين ويقدموها للملوك، فبدهم أجمل شيء. ففي نقش وفي حفر وفي تطعيم الفضة. هي مصلحة بتاكل وقت كتير وبدها صبر ومكلفة. نحن عم نقول مكلفة بهالوقت، بس من أول ما كانت مكلفة. نعم نعم تمام. سيد يوسف، يعني كنا عم نشوف الصندوق المعمول، وانت حضرتك هلا رح تشتغلنا على الهواء لنشوف تمام آلية العمل تمام وتشرح لنا أكثر عن هي القطعة كيف بيتم التعامل معها. هلا اول قطعة، هلا انا هي القطعة اسمها الباطية. هي باطية، هي للصمد، بتنحط على اسكملة. اسكملة كمان بتكون نحاس ومنزل فضة. كمان في اسكملات خشب موزاييك ملبسة صدف، نفس الترتيب، بس هي نحاس والاسكملة بتكون نحاس. هي القطعة أول شيء اللي احنا بنشكلها بتكون هي مدورة نحاس، يعني احكي بمصطلح المصلحة يعني. فنحن بندقها وبنعطيها هذا الشكل اللي بدنا اياه، بعدين بنيجي بنرسم اللي بدنا اياه، ان كان تخطيط او ايات قرانيه او زخارف او عروق فاطميه، عروق اندلسيه، دمشقيه، الشيء اللي بدنا اياه بنرسم. بنحفر بعد الرسم، بنحفر بعد الحفر في عنا مرحله نفتح سكه للشريط، شريط الفضه اللي هو هذا الشريط الفضه. انا فيك اذا بدك تشتغلنا على انا فيني اشتغل شوي، انا هي محضره. فينا نحكي عن هي القطعة كيف يتم التعامل معها، قد ايه بتاخذ معك وقت؟ هلا بتاكل وقت، هي بتاكل شي 20 يوم تقريبا. 20 يوم؟ ايه، بين الرسم والحفر والتنزيل الفضة بتاكل 20 يوم. وعندنا ألفطة وعندنا تريش، يعني فيها مراحل كثير. نشرح شو هدول المراحل يعني. هلا انا عم بنزل الشريط، هلا انا عم بنزل شريط الفضة، انا عامل له سكة، عامل سكة. بعد ما ننزل شريط الفضة بهذا الشكل، هو اللي بيعطيها اللون المميز اللي بيختلف عن لون القطعة بالكامل. تمام. هلأ أنا شاغل شوي، فيني أرجيه الكاميرا هذا المقطع. شفنا هذا العرق الفضة اللي تمام موجود. هذا أنا راسمه ومجوفه ومنزله فضة. يعني هذا كان أنا أول شيء برسم، بحفر، بعد ما أحفر بعمل السكة، بنزل الشريط، بدموج، بألفيط، بصير معي هذا الشكل العرق. هلا لسه في مراحل تانية لسه ما خلصت، يعني لحتى تعطي لمعه. لانه كيف بتلمع النحاس؟ يعني عندهم الناس دائما مشكله مع النحاس، حمض الليمون والليمون. هذا الشيء حمض الليمون والليمون للتلميع دائما والحفاظ على القطعه. تمام. هذا الحمض الليمون بيعطيها اكسده للنحاس، بتصير خضراء، النحاس بيتفاعل مع الحمض، كل المعادن، الحديد بيصدي، النحاس بيأكسد. الطريقه هي السليمه انه نلمعها. الاساس القطعه كانت من اول كتان او قطن، وبيحطوا لها ويفركوها فرك على الحراره، مع الفرك بتعطي اللمعه. هلا في فرشاي، هي النقل، يعني نقال على الميتور، يعني بتتلمع القطعه وبتعطي الفضه. هي اساسا لازم تشوف صورتك فيها، لانه بقى تكون الشغل متقن، بتبين الصوره بالفضه، يعني مثل هالمساحه هي، لانه المرايه هي اساسا طبقه من الفضه. تمام. وهي فضه خالصه، هي فضه طبيعيه خالصه. هي مراحل الشغل، وهي انا يعني هون اشتغلت شوي، بتعرف
تحبي اشتغل كمان؟ ما عندي تفضل، مشكلة. إذا نحن عم نحكي وندردش معك فيك تكمل شغلك. كمان نحكي عن المواد المستخدمة، يعني غير الفضة والنحاس، في مواد تانية ممكن هي تزيد من جمالية القطعة أو تعمل تنوع فيها؟ هلا هي القطعة ما في غير نحاس، هي أساسا نحاس، وهي تنزيل الفضة. في أحيانا بنحط شريط أحمر، نحاس أحمر لتعطي زخرفة، يعني يعني ممكن بس غمدة. ندخل ألوان بس بيبقى الأساس واحد. إيه، بس هو الأساس هو النحاس والفضة والشريط الأحمر، لحتى يعني يعطي بس لون، أو يعني فاصل بين الشريط وبين، يعطي جمالية يعني لهذا الموضوع. نعم، هاي هاي هي المهنة الطريقة. مهددة بالانقراض، أنت عن مين ورثتها؟ مين علمك ياها؟ وهل عم هلا تعلمها لأولادك أو حدا من طبعا معارفك أو هلا انا عيلتك؟ بعلمها لاولادي، وفي نعم، ابن اختي وفي اولادي أنت عن اثنين. مين تعلمتها؟ انا عن ابي عن الوالد، وابي جدي. تمام، توارثتوها. تورثناها. وطبعا انا طورت بهي المصلحه، طورت فيها من عندي اجتهاد، يعني كانت اساسا، كانت يعني كل انسان له طبع، له يعني خاصيه فيه. وإله ذوق. ايه، انا طورت شوي بهذا المجال. بس يعني ليش يعني هي المهنة مهددة بالانقراض مع انه كثير من المهن اليدوية بقيت وعم تستمر ومثل ما قلت يمكن عم تتطور وفي اهتمام فيها بشكل كثير كبير، بس هلا هي المهنة تحديدا ليه؟ مو موضوع هي المهنة، في كثير مهن مهددة بالانقراض. في عندك كل شيء يدوي 100%. هلا انا في شغلة بدي احكيها، كل شيء يدوي 100% مهدد، لأن العالم ما عاد له خلق، كله صار متعود. في وجود آلات، صار في وجود تطور. التكنولوجيا، التطور، هذا الشيء كلياته عم بيسبب انه ما عاد له خلق. انا اشتغلت بالمعرض، يوقفوا قدامي يتفرجوا 5 دقائق يملوا، يا لطي الله يعينك، شو انت صحيح. يعني عندك صبر. هي المصلحة اذا واحد بده يتعلمها بده يكون عنده صبر، بده يكون عنده حب قبل ما يحبها، يعشقها، لحتى يطول باله على القطعة ويعطيها لمسات، لحتى بالنتيجة تحكي. وهي كمان مكلفة، يعني حتى بغض إذا بدنا النظر عن نبيع الكلفة. أو ايه، بدها يكون إلى رواج وناس ممكن تشتريها لحتى تعرضها ببيوتها وتكون فعلا قطع مميزة، كمان هي مكلفة هي اليوم. مكلفة. ايه مكلفة، لأنه يعني مثل هاي القطعة أنا بدي 20 يوم فيها، غير حق الفضة والنحاس يعني 20 يوم عمل فقط، بين رسم وحفر وتنزيل فضة وألفطة وتريش. في مراحل كتير، يعني فيها مراحل، فيها شيء 7 من مراحل هي اللي تصل بالنتيجة لهذا الصندوق، يعني صحيح. تشكيل النحاس، الشكل اللي بدنا اياه. هي المصلحة يعني مثل ما قلت لك، هلا بيجي واحد لو بدي اعلمك هاي المصلحة ما له خلق. يعني انا بتذكر حالي كنت صغير، يعني عمري 10 سنين 11 سنة، واقعد بالمحل ما في، اقعد اتفرج، ما يخليني حوص، ما يخليني رولا قرنه، لازم جيب دقق. كرسي وعود. يعني انا حاكيكي بشفافيه، جيب كرسي وعود اتفرج. اذا ما كان عندك خلفيه تعرف هالمرحله كيف صارت، وهالمرحله وهالمرحله، بس ليصير عندك معرفه، بصير عندك انت عرفت شو صار. هذا علم، مو بس موضوع مسكنا شاكوش وقلم ودقينا او شريط فضه ونزلنا. بده يكون عندك انت المام بالموضوع، انه هاي المرحله شو بدها. اول شيء رسم، فهمنا. ثاني شيء حفر، ثاني شيء بعدين في عندك خيال بدك ترسم من عندك. يعني العروق بتختلف، في دمشقي، في اندلسي، في فارسي، في انت تعلمت كل ال ما فيني اقول لك تعلمت كل شيء، نحكي بصراحه العلم ماله، ما في ماله. الدمشقي يمكن اكثر شيء هو هلا هذا الدمشقي، هذا عرق ايوبي، هذا هي هي العرق وأيضا التقسيمة، هي الحفر التقسيمة كمان. دمشقية، هي الخانة هي. هلا لاحظي هون، خلينا نشوفها على الكاميرا للتقسيمة، هي شو التقسيمة بتتميز؟ بحرة، هي هي البحرة بتتميز بالشكل. هلا عندك أشكال هندسية، رباعي، خماسي، سداسي، 7 8 12 16. البحرة هي أنا عاملها 8، تمام، على حسب قطر الباطية. هي الدمشقية التقسيمة الخانة. في المكسر بيجي اندلسي، المغرب، الحضارات، يعني بتلاقي كلها نجوم ثمانيه اشكالهم، بيحطوا خيط عربي كثير. احنا بنحط خيط العربي تبعنا الدمشقي مميز. في الفاطمي، في ايوبي، في يعني انواع كثير وبهذا بالعروق التنوع بالخيط العربي. حتى الخط العربي، هلا في خيط عربي هو اشكال هندسيه، والخط العربي هو 7 خطوط، كوفي، فارسي، صحيح. رقعي، ثلث،
ديواني، جلي ديواني، يعني اشكال. هاي بده يكون عندك المام لحتى انت بالنتيجه وقت تمسك قطعه، قطعه هي ساده، هي ولا شيء، بس تعطيها انت روح، تعطيها لمسات، صار عندك انت حكيت القطعه، حطيت بصمتك. هذا الموضوع كل انسان هلا في اكثر في أكثر في عالم كثير بتشتغل بهذا المجال، باي مجال كل انسان له لمسه، له طبع، له بصمه، له هويه. وقت انت تشتغل قطعه بيعرفوها، اللي احنا بالسوق بنعرف هي قطعه فلان، احنا بنعرف هو طريقه شغله، روحه، كيف بيحب يرسم، بيحب الشغل الناعم، بيحب الشغل يعني اي فوتات يعني فيها يعني معمقه، هي مصلحه معمقه وما هي سهله. لا عم تشوفها انه عم يمسك شريط وما فيها شيء، هي مرحله اي ابني بيساويها، حسن ابني اي اسهل مرحله في مراحل. الاساس هو التصميم، تصميم القطعه، التقسيم تبعها لتعطيك هذا الشكل. في انا يعني جبت هذا الصندوق، هذا اكل معي انا 20 يوم بس رسم لحتى ارسم الطيور والتخطيط. بقلب التخطيط في عروق كثير، في مصلحة شغل، مصلحة ضخمة، مصلحة عراقة، يعني كيف صارت اسمها تراث، وفي يعني بيقول لك انه الحضارة ودمشق، ما اجدادنا وابائنا اشتغلوا صح واشتغلوا بكل حب وعشق لهي المصالح لحتى وصلت وصار لها اسم بكل العالم. يعني هي مصلحة حلوة انا بعشقها، انا بحبها من صغري هي مصلحة، الحمد لله، وانا ابدعت فيها فضل الله، الحمد لله رب العالمين. انا بحقيقي بكل يعني بكل صراحه، وبتمنى هاي المصلحه يكون فيها اهتمام، والحمد لله في اهتمام. نعلم الشيء اللي عندي فيني انا علمه لاي انسان، بس هو بده يكون يتعلم. نعم، يكون عنده الرغبه، ما راح يقدر يتعلم، يصبر، ممكن ينزل ويرسم ويحفر، بس اذا ما عشقها وحبها ما راح يبدع. هذا هو سر المهنة. نحن بدنا نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله هي المهنة مثل ما قلت صوتك بيوصل يعني، وبتضل تورث لتضل حية دائما. بدي شكرا لك. بدي أحكي شغلة باختصار لأنه عنا موجز. تمام، أنا بس أهم شيء عندي أنه هاي المصلحة نهتم فيها ونعلم لحتى ما تنقرض، لحتى ما يعني تضيع، يعني لازم نهتم فيه لانه هذا تراثنا وهذا دمشق وهذا يعني تراثنا اللي نحن ورثناه واللي عم ينال اعجاب كل العالم هو هي المصالح، الخشب والنحاس بشكل عام. يعني اكيد شكرا كثير لك لوجودك معنا وعلى القطعه المميزه اللي وجدتها اليوم. اهلا وسهلا.